نأتي الآن إلى آخر قصص منصات وأجملها، هي عن فيديو مؤثر للغاية من السعودية لرجل اسمه سالم. سالم هذا كان يعتني بناقة في الماضي ويربيها ويطعمها ويسقيها، وفي وقت من الأوقات باعها لشخص آخر ومرت السنوات. لكن وبعد كل هذه السنوات الطويلة لمحت الناقة صاحبها القديم الذي أحسن إليها لتقترب منه وتقوم بمعانقته عناقا قويا ومؤثرا جدا، انتشر بشكل واسع على تيك توك وتويتر وحصد ملايين المشاهدات والتعليقات. البعض لم يصدق الفيديو وظن أن صاحبه قام بحركة معينة من أجل قيام الناقة بهذا العناق، إلا أن مربي الجمال والمتابعون لهذا الموضوع أكدوا أنها حركة استثنائية من هذا الحيوان الوفي والذي يتمتع بذاكرة قوية جدا بين جميع أنواع الحيوانات، وهو ما جعله محط تقدير عند العرب منذ آلاف السنين. دعونا نشاهد هذا العناق. بن سالم ضايع ان الناقه ذي على فهد بن سالم عامه، ويوم شافته تلوت عليه، ما عاد فكته ونحاول نخلصها منها. وعيت اوقس يوم محسن بتطيح. لا بد خليك عندنا والله انا داخت. لا مالك يا رجل، هذه تحبك عنها سبحان الله، عن الحب يا عبيد. لا لا اهل عندها مليان تنين. طبعا هذه العلاقة الفريدة هنا يعني معروفة لدى الأجداد، هم يروونها دائما لنا. التعليقات نبدأ من ماريا التي قالت ليه باعها هذه المسكينة، المفروض يرجع يشتريها، حب الحيوان حب خالص، ما في كذب ولا رياء، والله أني تألمت لهذه الناقة، أتمنى أعرف إيه صار بعد هذا الموقف. أما حصة فكتبت قائلة يا ليت أحد يشتريها ويرجعها لصاحبها، هو أكيد ما باعها إلا أنه محتاج لقيمتها. مش يعني ليس شرطاً الاحتياج، هناك دائماً بيع وشراء. جلال قال هذه ردة فعل الناقة، يا ترى كم من بني آدم يفعلون ذلك الآن؟ الوفاء صعب بالطبع. وصلنا لنهاية منصات لهذا اليوم، ألتقيكم غداً بمنصات وملفات جديدة.